وخذ مقياس العوالم والمربع القياسة وشوف ضرب السيف علما والمنتلوق الفراسة عاش العصر كل غانمة والفرح من أصلامنا عباس باسم غصارنا بنو من هاشم أساسا. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ثم السلام عليكم يا خدام أبي عبد الله الحسين أيها الكربلائيون الأبرار الأحرار ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحبا بكم في لقاء جديد وأمسية جديدة ومجلس جديد من مجالس هيئة الشباب الحسيني، هذه المجالس التي نقف من خلالها على سيرة ومسيرة الراحلين من حملة راية الخدمة الحسينية في هذه المحافظة المقدسة من خطباء وشعراء ورواديد وكفلاء للعزاءات. مجلس هذه الليلة منعقد باسم خادم الحسين المرحوم عبد الرضا سعيد الأسدي المعروف باسم نادي النداف الكربلائي رحمة الله تعالى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت الحسن، صوت ملائكي تغفو وتستيقظ عليه مآذن كربلاء، صوت خادم القرآن والعترة عادل الكربلاء، نستقبله مشفوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون إن الذين سبقت لهم أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل صدق الله العلي العظيم. صلوات. الحديث عن سيرة ومسيرة المرحوم المحتفى به نادي النداف الكربلائي رحمة الله تعالى عليه لا يختلف كثيرا عن الحديث عن تاريخ كربلاء، لأنه من الشخصيات التي تأبطت هذا التاريخ. شرفني قبل أن أقول كلفني ذو المرحوم ورفقائه وأصدقائه أن أكون المتحدث عن آثار ومآثر هذه الشخصية الكريمة من أبناء كربلاء المقدسة. ما أقوله هو مقتطفات من هنا وهناك حدثني بها من عاصره في حياته طيب الله ثراه. ولد الحاج المرحوم عبد الرضا سعيد الأسدي الملقب بنادي النداف الكربلائي في منطقة باب الخان في عام 1946. كان طيب الله ثراه من مؤسسي هيئة شباب باب الخان، بعد ذلك أسس هيئة شباب عبد الله الرضيع في باب الخان أيضا. من المواقف المشهورة في حياته وتحديدا في عام 1979، هذه السنة المشؤومة التي يعرف أهالي كربلاء أنها السنة التي منع فيها التطبير، كان للمرحوم وبرفقة مجموعة ثلة طيبة من أبناء كربلاء المقدسة موقفاً
مشرفاً، إذ أنه قام بإعداد الأكفان لإحياء شعيرة التطبير في بستان سيرة، وكانت هذه الخطوة بمثابة مباغتة لأزلام النظام السابق، والتي فوجئت بخروج دفعات من المطبرين من عدة أماكن. وكان برفقته آنذاك الحاج جاسم دردوش والحاج كامل خماس والحاج غني حلاق وآخرون. على أثر هذه الممارسة اعتقل طيب الله ثراه مع مجموعة من رفقائه، مما استدعى أهالي كربلاء أن يقفوا وقفة مشرفة في استنقاذ هذه المجموعة من براثن حزب البعث سيء الصيت. وكان في طليعة المطالبين بإطلاق سراح المرحوم أبو نزار ورفقائه الشيخ المرحوم الخطيب الحسيني عبد الزهراء الكعبي قدس الله سره. واستمر المرحوم أبو نزار بإحياء المجالس الحسينية في منزله، واعتقل أكثر من مرة. كانت دار المرحوم أبو نزار بمثابة حسينية، بل هي حسينية عرفها أهالي كربلاء، خرجت دفعة كبيرة من الرواديد ومن الخطباء الذين لا زالوا يمارسون إحياء شعائر سيد الشهداء ببركة هذا الدار. وأجد من نافلة القول أن أذكر أن المرحوم وقبل أن يتزوج، هذه الظاهرة أو هذا الموقف نقل لي أحد أولاده، قبل أن يتزوج طيب الله ثراه كان تحت خيمة الفاضلية، يقول طلبت من الحسين سلام الله تعالى عليه أن يكون عندي 7 أولاد. شنو الغاية أبو نزار؟ قال هذول 7 أسوي بهم هيئة وأطلع بهم أطبر بيوم العاشر. وكان طيب الله ثراه بهذا الطلب أراد إحياء شعائر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وفعلا كان كما أراد، ورزقه الله من الأولاد 7 وهم خير خلف لخير سلف إن شاء الله. من المواقف المشهودة المذكورة التي أقدر أقول شهودها حاضرين بهذا المجلس، تحديدا في عام 2002، أي قبل سقوط اللانظام بسنة واحدة، في اليوم 7 من شهر محرم الحرام، اقتحمت القوات البعثية دار المرحوم بقيادة شخص أنا ما أذكر اسمه، منبر الحسين ومنبر هيئة الشباب الحسيني، أكبر من أذكر هاي الأسماء سيئة الصيت. وكان عليه اللعنة وسوء العذاب، اقتحم الدار وواجه مجلس العزاء الذي يقام في يوم 7، والمعروف يوم 7 يوم العباس عليه أفضل الصلاة والسلام. وكان المرحوم أبو نزار في باب الدار يشجع ويحاول بالمقدار الممكن أن يؤثر على الحاضرين بقوة العزيمة والبقاء والثبات على إحياء هذا المجلس، مجلس سيد الشهداء. كان الخطيب آنذاك حسب ما ذكروا الأخوة الشيخ قاسم الدفاعي المعروف، الخطيب المعروف، قال لهم للجماعة القاعدين، قال لهم إحنا أمس نقول إحنا شباب الحسين، قوموا يا زينب هل هي اليوم نطلع ما نطلع. الملعون اللي قلت لكم ما أذكر اسمه قال لأبو نزار، قال له أنا ما راح أعدمك، بس راح أشوف قلبك بأولادك، راح أعدم أولادك، ما راح أعدمك لك. على أي حال إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقى ذكر وسيرة ومسيرة خدام الحسين، وأن يذهب الطغاة وأذناب الطغاة إلى مزبلة التاريخ. رحمة الله عليك يا أبا نزار حياً، ورحمة الله تعالى عليك ميتاً. رزقنا الله شفاعتك على هذه المواقف الطيبة في يوم القيامة. إلى روحه أرواح أمواتكم جميعاً، رحم الله من أعاد الفاتحة مشفوعة بالصلاة على محمد وآل محمد. قصيدة المناسبة في عهدة شاعر حسيني، يكفيني أن أقول في تعريفه زهير عصفور الكربلاء، يصلى على محمد وآل محمد. الله على محمد وآل محمد.
خدمة الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مودع بشف عباس يا صاحب الذات، المات على حب حسين حي باقي ما مات. أعلام عدنا بكربلاء يخدمون، أعلام عدنا بكربلاء يخدمون، كل من ونيته وكل من وهيئاته. أطراف سبعة موزعة بطف حسين، كل طرف منهم علم في وقفاته، واليوم اليوم مخصوصة لطرف باب الخان لتجيس لو ثارت صدق شيلاته. من هالطرف محفوظة هاي الردات، اليوم ما ذكرين وعلت كلماته. هالليلة نذكر خادم الباب الخان، نفتخر من عدنا وعلت راياته. اتصوب بذاك الخبيث وبفراش همه يتمدد واعتلت صيحاته، وما بين همه ونوحه وجروح البين، ما بين همه ونوحه وجروح البين، توجه العبد الله الطفل من ذاته ونادى دخيلك هيل رضيعة ترجاك. اكشف لي همي وانتهى بساعاته، ابكاروك كردش مر مرض قلبي هناك، ابكاروك كردش مر مرض قلبي هناك، بقماطك تكشفه او حرق شاوياته. وانكشف همه ورجع ضاحك مرتاح، واسس هيئته باسمه من ساعاته. بالعافية عليك، نادى دخيلك اللي رضيعة رجاك، اكشف لي همي وانتهى بساعاته. خادمك عم ابو علي، ابكاروك كردش مر، ابكاروك كردش مر، ابكاروك كردش مر مرض قلبي هناك، بقماطك تكشفه وحرق شوياته. وانكشف همه ورجع ضاحك مرتاح، واسس هيئته باسمه من ساعاته. بالعافية عليك وهنيئا، بالعافية عليك وهنيئا لحسين، رايح ويمه مجاورة بلحظاته. يا ابو نزار شلونك وشنهو صار؟ جازاك مولاك الخدر تم دمك، من دخلت للحفرة منهو تلقاك؟ وياه اللي بجفوفه مسح لك همك، سولف لتطبيرك شلون بعاشور، سولف لتطبيرك شلون بعاشور. بالقبر تبكي منه يحضر يمك؟ اجزم يقين حسين ما ظن ينساك، بجفوف عباس تشفيل يضمك، ضمير الخدمة صاحب صوت نادي لهذاك الثوبة من الدمع، ضمير الخدمة صاحب صوت نادي لهذاك الثوبة من الدمع، نادي نداف اللقب والاسم، نادي وثلاث انعام من خادم رقية وسلامتكم. الرادود الحسيني القدير الملا علي يوسف الكربلائي. هلا هلا يا الهواشم صاحة قلوب الفواطم، هلا هلا الهواشم صاحة قلوب الفواطم، صدق الوعد فهادي كربلاء، وغدا سوف تغطيها الدماء، صدق الوعد فهذه كربلاء، وغدا سوف تغطيها الدماء. الوداع الوداع صاحة قلوب الفواطم، الله الله يا الهواشم صاحة قلوب الفواطم، الله الله يا الهواشم صاحة قلوب الفواطم، صدق الوعد فهذي كربلاء، وغدا سوف تغطيها الدماء. الوداع الوداع صاحت
تقلب الفوا. الله الله يا الهواشم، هلا ابوي. الله عافية. صاحت قلوب الفواطن، صاحت قلوب الفواطن. هلا الله الله يا الهواشم، صاحت قلوب الفواطن. صدق الوعد، هلا ابوي. صدق الوعد فهذيك وغدا 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 سوف تغطي الدماء. الوداع الوداع، صاحت قلوب الفواطن الفواطن الفواطن. إلهي نقسم عليك بمصيبة الفواطن، يا الله اقضي حوائج المحتاجين، شافي مرضى المؤمنين، يا الله اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، خلص شعبنا من الفاسدين والمفسدين، يا الله. الله الله يا الهواشم، صاحت قلوب الفواطين. الله الله يا الهوى، أول وحدة الهواشم، الثاني الفواطن. الله الله يا الهواشم، صاحت قلوب الفواطين. صدق الوعد فهذيك وغدا سوف تغطيها. هلا وغدا سوف تغطيها الوداع. صاحت قلوب الفواطن. الله الله يا الهواشم، هلا ابوي. الله الله يا الهواشم، هلا صاحت قلوب الفواطن. الله الله يا الهواشم، هلا ابوي. الله الله يا الهواشم، هلا صاحت صدق الوعد، صدق الوعد فهذيك كربلاء. وغدا يا الله هو وغدا سوف تغطي الدماء. ايه الوداع صاحب الفواطن. كربلاء واللي يجري بيها على حسين الهادي خبر، وخذ صمت راب منها وقال مني يصير أحمر. هذا يعني حسين طاح بكربلا مخضب معفر، وهاي الأخبار تواترت عن الرسول تناقلت، وهس العلامة بينت والخبر كله تفسر. اللي على دار الجيش بيها وباكر يطيح المحارم، اللي على دار الجيش بيها وباكر يطيح المحارم، وترى الأطفال تعدوك الضباء. وغدا سوف تغطيها ايه الوداع، صاحت قلوب الفواطن. الله الله يا الهواشم، هلا ابوي. هلا صاحت قلوب الفواطن. هلا ابوي. هلا 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 يا الهواشم، اي صاحت قلوب الفواطن. صدق الوعد، صدق الوعد. ليش ما تحسون ابوي انتم هنا؟ عافيه. هلا وغدا الشباب، احكي الشباب انا. ايه ألو ألو
إلى الشاعر الأديب خادم الحسين الحاج عودة ضاح التنيب الكربلائي. حسين لم عيلت الهادي للوداع بهالمسية ووصها البيت وخواته وخصهن باي الوصية وقال كل هالزلم باكير تمسي بحضان المنية باكر الخيل بلا رحم تهجم على خدور الحرام ولا ذرى يضل ولا خيم ولا اليسور زين بسبيه والبدور بدمها تغرق والدمى يغير المعالم والبدور بدمها تغرق والدمى يغير المعالم ونجوم الأرض ترثيها السماء الوان صاحت الله الله يا الهواشم هلا ابوي صاحت صدق الوعد هلا ابوي صدق الوعد فاها ضب روحك ايه وغ ايه هل على عيني حسين لم عيلت الهادي للوداع بهالمسية ووصها البيت وخواته وخصهن بهاي الوصية وقال كل هالزلم باكير تمسي بحضان المنية باكر الخيل بلا رحم تهجم على خدور الحرام ولا ذرى يضل ولا خيم ولليسور زين بسبية والبدور بدمها تغرق والدمى يغير المعالم والبدور بدمها تغرق والدمى يغير المعالم ونجوم الأرض ترثيها السماء الله الله يا الهواشي الله الله يا الهواشي هلا هلا صاحت قلوب الفواطي صدق الوعد فهذه كربلاء الوعد فهذه كربلاء تغطيها تغطيها الو ليلة وداع وتذوب قلوب هاي الليلة بيها الحرم ما تقدر تهد تلوج وتشمر بديها تحوم اللوعة قلبها وتدري من تفقد وليها بيها تدور الدايرة وتظل غريبة وحايرة بينال مي الغادرة الما رعت حرمتنا بيها يا مرار الغاضرية وآه يا سطوة الظالم يا مرار الغاضرية
وآه يا سطوة الظالم، من لأطفال ستمسي في العراء وغدا سوف تغطي الدماء. الله الله يا الهواشم لا تبردون. الله الله يا الهواشم صاحتك صدق الوعد فهذه صدق الوعد هلا هلا وغدا سوف تغطي الدماء. لوعة الأطفال لوعة وحنة النسوان حنة تشعب قلوب الهواشيم والقلب زينب تسحن. شلون من تشوف باكي الروس هل على سن هل يا لمجموع الشمل وارواح بالود تتوصيل. وباكر اذا طاح الحميل والنشام بعيد عنه ياهو يبزع لليتامى لما نطيح الهواشم ياهو يبزع لليتامى لما نطيح الضياغم من يلبي بعد أهلي هالنداء وغدا سوف تغطي الدماء. الوداع صحة قلوب الفواطي. الله الله يا الهواشم هلا أبوي. الله الله يا الهواشم هلا صح صدق الوعد هلا ابويا صدق الوعد فهذه كربلاء وغدا سوف تغطيها الدماء. الوداع لوعة الأطفال لوعة وحنة النسوان حنة تشعب قلوب الهواشم والقلب زينب تسحنة. شلون من تشوف باكر روس أهلها على الأسنة هل يلا مجموع الشمل وارواح بالود تتصيل. وباكر اذا طاح الحميل والنشام بعيد عنه ياهو يبزع لليتامى لما نطيح الضياغم من يلبي بعد اهلي هالنداء وغدا الوداع يا دموع العين صبي ويا قلوب ذوب وتقطع. الليل ابو اليمة وخواته تسطلي بنار المواداع. الليلة فاطم تلزكي بروح الحسرات تلذع. وتتناحى بملاك السماء وعيونها تهمل دماء. تحن الودايع فاطمة ولعد غصتها التجرع
شعوبهم هالليلة الرهيبة البيها كل الخطر جاء ثم شعوبهم هالليلة الرهيبة البيها كل الخطر جاء ثم وحمام الأرض أضناها البكاء وغدا سوف تغطيها الدماء الوداع الوداع صاحت قلوب الفواضي الله الله يا الهواشم هلا ابويا الله الله يا الهواشم هلا هلا صاحت صدق الوعد فها وغدا سوف تغطيها الدماء الوداع الوداع صاحت القلوب يا دموع العين صب ويا قلب ذوب وتقطع الليل ابو اليمه وخواته تسطل بنار المواداع الليل فاطم تلزجي بروح الحسرات تلباع وتتناحى باملاك السماء وعيونها تهمل دماء تحن الودايع فاطمة ولعد رصتها التجرع شعورهم هالليلة الرهيبة البيها كل الخطر جاء ثم شعورهم هالليلة الرهيبة الله يعين زينب البيها كل الخطر جاء ثم وحمام الأرض أضناها البكاء وغدا سوف تغطيها الدماء الوداع الوداع صاحت قلوب الفواضي والصبو اليمة العقيلة إنج من بعد الكرامة من بعد عيني يا زينب انت ترعين اليتامى وهلا تنهلا بعليلي العند اسرار الامامة فجر الثورة العارمة وكشف الزمر الظالمة ووعي العقول النايمة وخل تظل تنزف كرامة وخل تظل تنزف ندامة انت يا بضعة الزهرة بيديك شموع المواسم انت يا بضعة الزهرة ترى هاي قعدتكم وهذا نصر الإسلام كله زينب زينب انت يا بضعة الزهرة بيديك شموع المواسم شموع يرد لها واحد يشعلها انت يا بضعة الزهرة بيديك شموع المواسم اوقديها بجراح الشهداء وباكر هم ايش فيهم وغدا سوف تغطي هلا هلو هلو صاحة قلوب وخذ مقياس العوالم والمربعين القياسة وشوف ضرب السيف علما والمنتلوق الفراسة